بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة. العربية دي طبعا جاية لي من عند 3 ميكانيكية، فيها صوت في الفتيس ماشي، كل ما يحلوا يفوروا ويغيروا كتينة ويشوفوا له الفتيس في ايه من جوه، والفتيس نتش مع الراجل، والفتيس عمل معاه حكايات كبيرة لحد ما الراجل غير الفتيس خالص، جاب فتيس جيلي وبرضه الصوت زي ما هو ماشي. هو طبعا جالي الراجل جالي، قلت له طب انا هحل الفتيس الاول واشوف، بس مش هفوره لما اشوف الصوت ده، عشان الصوت ده اساسا مش من الفتيس ماشي. انا حليت يا جماعه، اهو شايفين الفلام عامل ازاي لافف، اهو قبل ما احله الفلام لافف. بص الصوت هو اللي الراجل بيسمعه، اهو الصوت هو ده الصوت اللي الراجل بيسمعه ماشي. انا يعني مش عارف، انا الناس اللي بتحلت فتيس وفورت فتيس وغرمت الراجل حاجه و20000 جنيه وفي الاخر العيب فلام ماشي. هنوريها لكم باذن الله بعد ما نخلصها، وهنعيد له برضو على الفتيس من جوه، وهنوريها لكم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.